روسيا تخاطب العمق الأوروبي باللهجة البيلاروسية. موسكو جعلت من حليفتها ملاذاً لقوتين استراتيجيتين لديها، مجموعة فاغنر والأسلحة النووية التكتيكية. رسالة موسكو باتت واضحة بالنسبة لبولندا ومن خلفها الدول الأوروبية، وخصوصاً أن القوات البيلاروسية الخاصة ستجري مناورات مشتركة مع قوات فاغنر قرب الحدود البولندية. تطورات الميدان هذه تترافق مع نقل موسكو مستوى الصراع إلى بعده الأوسع، إذا اعتبرت القيادة الروسية أن الأسلحة الجديدة بعيدة المدى إلى أوكرانيا دليل على انخراط الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني. هل هذه التطورات في بيلاروسيا واتهامات موسكو تجعل القارة العجوز حكماً طرفاً في هذه الحرب؟ وهل ذلك مؤشر لحرب عالمية جديدة؟ وكيف تؤثر التحركات الروسية والبيلاروسية على استعدادات أوروبا الدفاعية ودعم بولندا تحديداً؟ ضيفنا من برلين الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية رافائيل بوسونغ. سيد بوسونغ، أهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار. تحركات بيلاروسيا رسالة قوية من بوتين إلى أوروبا تحديداً، هل أوروبا مستعدة للمواجهة؟ أولاً أنا لست واثقاً من أن هذا مخطط له من بوتين نفسه. بريغوجين ومرتزقته كانوا قد نفذوا تمردا ضد بوتين، ونتيجة لذلك جزء من فاغنر نحو 10,000 انتقلوا إلى بيلاروسيا. ولذلك من غير الواضح ما إذا كان بوتين يسيطر على بريغوجين ومجموعته فاغنر. هناك بعض المرتزقة الفاغنريين الذين انضموا إلى الجيش الروسي، وعلى الأقل هناك آخرون ما يزالون نظرياً مستقلين، لكن الوضع محفوف بالمخاطر. وبريغوجين قال إن هناك تدريبات في بيلاروسيا، هناك مهام في إفريقيا، وقد يواصل تقديم الدعم للوكاشينكو، وله مصلحة في إبقاء الوضع مستقراً في بيلاروسيا لتقديم خدمة للوكاشينكو. لا أرى إذا ما كان هذا محن به من روسيا وبوتين، لكن هو يثير القلق والمخاوف، وخصوصا أن هناك قرب للحدود البولندية. لكن سيد بوسونغ، هل يختلف الخطر أو حدة الخطر على القارة العجوز إن كانت هذه المجموعة مسيرة من قبل بوتين أم لا؟ يعني هنا نتحدث عن بيلاروسيا ليست كما في السابق، بيلاروسيا التي تمتلك هذه الأسلحة النووية التكتيكية اليوم، بالإضافة إلى عناصر فاغنر اللي تعتبر مجموعة خطرة وقائدها موجود الآن في بيلاروسيا. نعم، أنت محقة في قولي هذا. بيلاروسيا ولوكاشينكو يعتمد على روسيا أكثر من أي وقت مضى، وخصوصا بعد نشر أسلحة نووية هناك. صحيح أن لوكاشينكو لا يمكن أن يتصرف باستقلالية، لكنه ولسنوات عديدة قبل الحرب كان يلعب على الحبلين. وكما قلت، لست واثقا ما إذا كان هناك سيطرة في الوقت الحالي من روسيا على فاغنر. في الوقت نفسه إذا كان هناك رغبة من روسيا في التصعيد، فسيكون لها طريقة لفعل هذا، والسيناريو الأقرب الذي يكون لديها على الطاولة هو تنفيذ هجوم على أوكرانيا من الشمال من بيلاروسيا. هذا قد يشمل قوات من بيلاروسيا أو هذه القوات من فاغنر. أوكرانيا قالت إنها مستعدة وهي تعرف أن هناك هجمات قد تشنها روسيا عليها، لكن في الوقت الحالي لا أرى أن هذا السيناريو
واقعي أن يكون هناك هجوم من بريغوجين من الأراضي البيلاروسية على بولندا أو على أوكرانيا، لأن الرد قد يكون حقيقيا وكبيرا إذا ما هجمت بولندا. نعرف أن هناك بعض اللاجئين والمهاجرين الذين ما يزالون يعبرون الحدود، هذا قد يؤدي إلى بعض الاستفزازات وقد يستغل من قبل بريغوجين أو من قبل روسيا للاختراق والقيام ببعض الهجمات الإرهابية أو التغلغل في الحدود، لكن بطبيعة الحال لن يصل الأمر إلى هجوم عسكري. لكن موقف موسكو قد تبدل سيد رافائيل، الموقف الأخير يشير ويعتبر أن الأسلحة بعيدة المدى دليل على الانخراط الأوروبي في هذه الحرب، في إشارة إلى أن أوروبا باتت طرفا فاعلا في هذه الحرب الآن، ألا يعزز ذلك من إمكانية المواجهة؟ حسنا، نعم، رأينا بطبيعة الحال موجات جديدة من المسيرات والصواريخ التي وجهتها روسيا باتجاه أوكرانيا، وخصوصا بعد هجوم أوكرانيا على جسر بشبه جزيرة القرم. ومنذ وقت طويل تقول روسيا إن الغرب والناتو منخرط في هذه الحرب. في جميع الأحوال نعم، علينا أن نكون حذرين ولا نصعد أكثر، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نرد على أي تهديد روسي، وروسيا فقدت مصداقيتها في هذا السياق. هي هددت الغرب والجميع مرات متكررة، ولحسن الحظ الدول الغربية وقفت أمام روسيا وقالت إنها لا تأبه بهذه التهديدات، وأكدت أنها ليست جزءاً في هذا النزاع، وأن الغرب لم يرسل جنوده إلى أوكرانيا، هو يرسل الأسلحة، وهذا قانوني وفق القانون الدولي، وهذه المساعدة مشروعة من الغرب إلى أوكرانيا التي تعرضت لعدوان روسي، لذلك لا يمكن أن نخضع لمثل هذه التهديدات الروسية. تقولون علينا أن نكون حذرين سيد رافائيل بوسونغ، بعض الدول الأوروبية اتجهت مؤخرا إلى مراجعة استراتيجياتها الدفاعية وعلى رأسها ألمانيا، كيف يمكن أن تؤثر هذه الأحداث الأخيرة، هذه التعزيزات في بيلاروسيا على الاستعدادات الأوروبية الدفاعية؟ دعيني أضيف فقط إلى ما يحدث حاليا. نعم، نحن نقدم العديد من الأسلحة، وبعد بضعة أشهر ستقدم المقاتلات الجوية، لكن مع ذلك أوروبا لم تقدم كل شيء لأوكرانيا، وهي تؤكد أيضا أن كل الأسلحة يجب أن تستخدم داخل أوكرانيا، ولذلك هناك خطوط حمر ومحاذير. من جانب آخر هناك خطط دفاعية لدى دول الناتو، كل الدول تلتزم بأن تصرف أكثر على الميزانية الدفاعية، خلافا لما كان يحدث في السابق وكان هناك تشتيت للجهود في أفغانستان وغيرها. الآن أصبحت الأولوية في صلب التخطيط الدفاعي الأمني في أوروبا. ألمانيا أصبحت تعمل في الشرق الأوروبي، وكذلك تعمل في درع سكاي، ولذلك هناك مراجعة على مستوى إبقاء الخطوط الدفاعية الأمنية قوية لمواجهة أي تهديد قد يأتي من روسيا في السنوات المقبلة. لكن على الرغم من كل ذلك سيد رافائيل، العديد من الدول الأوروبية لم تغلق باب الدبلوماسية على موسكو طوال الفترة الماضية، اليوم استخدام ورقة بيلاروسيا مع الخطورة التي تشكلها على الحدود البولندية ومنها على دول أوروبية أخرى، هل يجعل لربما باب الدبلوماسية أو هذا المسار يعود إلى الواجهة من جديد؟ المفاوضات دائما يجب أن تستحضر وتؤخذ في الحسبان، سواء مع الشركاء أو الأعداء في هذه الحالة، فكل نزاع ينتهي عبر
تفاوض من نوع ما، لكن المفاوضات لا تعني الاستسلام والخضوع للتهديدات. المفاوضات يجب أن تبدأ وفق ظروف تتفق عليها أوكرانيا وشركاؤها، ولذلك أعتقد أنه لن يكون هناك تفاوض من جانب الغرب تحت التهديد. يجب أن تكون نقطة الانطلاق مختلفة، حيث توافق روسيا على ألا تواصل هذه الحرب. قد تكون هناك نقاشات بشأن ما إذا كانت روسيا قد تحافظ على وجودها في شبه جزيرة القرم. هذا أمر على أوكرانيا تقريرها، لكن لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات في الظروف الحالية. قد يكون هناك ترتيب مع الناتو، لكن حتما لا يمكن بدء المفاوضات تحت التهديد. على روسيا أن تخفض التصعيد وتسحب قوتها، وغير ذلك لن يؤدي الوضع إلى مفاوضات. وهذا على ما يبدو حتى الساعة مستبعد. شكرا جزيلا لضيفنا من برلين، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية رافائيل بوسونغ.